أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 32 شخصا بينهم 25 عسكريا جاءت جراء الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة في الجزائر. وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن سبعة عسكريين آخرين أصيبوا بجروح إضافة إلى 4 بحروق بليغة، وذلك خلال عمليات تدخل لإنقاذ المواطنين العالقين بفعل النيران. وأضاف البيان أن وحدات الجيش أنقذت 110 مواطنين بينهم نساء وأطفال. وأعرب الرئيس الجزائري عن حزنه الشديد إثر وفاة جنود أثناء عملية إنقاذ المواطنين من الحرائق التي تلتهم مناطق عدة في بلاده. وأضاف تبون في تغريدة على حسابه على تويتر أن الجنود تمكنوا من إنقاذ أكثر من 100 شخص قبل وفاتهم. كاميرا الحرة رصدت حجم الدمار الذي خلفته النيران في قرى تيزي ووزو، حيث أتت على مساحات غابية واسعة فضلا عن المنازل والمنازل المواشي. أكثر المناطق المتضررة من الحرائق هي ولاية تيزي ووزو، وهذه القرية بالتحديد اسمها الأربعة إيراثن هنا في أعالي جبال تيزي ووزو. ربما الصورة توضح حجم الخسائر المادية التي لحقت بهذه المنطقة بالتحديد. 8 أشخاص توفيوا جراء هذه الحرائق، هناك إصابات، هناك عائلات أيضا تم إجلاؤها من هذه المناطق نحو المدارس وقاعات الحفلات وغيرها، لأن بيوتها قد تضررت جراء هذه النيران. ها الساعة وصلت لهنا 20 كيلومتر من الوزو، وراكم تشوفوا لي ديكا، ما نهضرش عليهم. شوفوا الدار تحرقت، عندي واحد 15 تاع الاخر تاع الماعز، عندي واحد 140 ولا 160 تاع الاخر تاع لي لابان. والدار هذا تاع خويا تحرق كاع، دخل الشومبرا والاخر الخزانه دخلوا الداخل تشوفوا تحرك كلش، وربي استرنا هذا مكان حنايا. عدد من القرى لا يزال المواطنون يحاولون إخماد النيران فيها، بالإضافة إلى مصالح الحماية المدنية وأيضا وحدات من الجيش التي تساهم الآن في إخماد هذه الحرائق. هذا المشهد من هنا يبين حجم الكارثة الذي تعرفه هذه المنطقة. جبال بأكملها فيها مساحات غابية أتت عليها هذه النيران. الحرائق ليست فقط في ولاية تيزي ووزو، وإنما ولاية تيزي ووزو هي أكثر الولايات تضررا جراء هذه الحرائق. وفي ولاية المندية بالتحديد تم إيقاف 3 مشتبه فيهم بافتعال هذه الحرائق، في انتظار ربما التحقيقات الأولية التي وعدت السلطات بفتحها من أجل معرفة المتسبب، خاصة وأن وزير الداخلية لما زار هذه المنطقة ذكر أن هذه الحرائق بفعل فاعل أو تحت أيدي إجرامية كما قال. في انتظار هذه التحقيقات، إلى أن هناك من يقول أن الرياح التي كانت في هذه المنطقة ساعدت في انتشار واتساع رقعة الحرائق، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة. في الساعات الأولى لاشتعال هذه الحرائق قام المواطنون بإطفائها بمجهوداتهم الخاصة، إلى أن انتحقت مصالح الحماية المدنية، وأيضا حتى الجيش تدخل من أجل إخماد هذه الحرائق نظرا لتوسعها الكبير في هذه المنطقة. وحتى خطر هذه الحرائق لا يزال موجود. هذه المنطقة تعرف بأشجار الزيتون التي تغطي عدد كبير أو هكتارات كبيرة في هذه المنطقة. حرائق لم تشهد هذه المنطقة بضخامتها واتساعها، أتت على البيوت والحيوانات وخلفت وراءها خسائر طالت مئات الهكتارات من الغطاء النباتي. في انتظار معرفة أسبابها وإيجاد حلول نهائية للحفاظ على المساحات الخضراء. نريم قداش، الحرة، أعالي تيزي ووزو، الجزائر. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا من تيزي ووزو الصحفي إسماعيل بوفليح. أهلا وسهلا بك معنا سيد إسماعيل، هل لك أن تضعنا في الصورة الحالية في تيزي ووزو؟
أهلا بك أخ وكل مشاهدي قناة الحرة. إذا أعتقد أن حرائق مثل هذا الحجم لم تعرفها الجزائر. لا أعتقد أن الجزائر عرفت يعني حرائق بهذه الخطورة. يعني شاهدنا للتصحيح فقط، يعني في الحديث عن أرقام عدد الوفيات، عدد الوفيات هو 42 شخصا وليس 32 بين هو المدنيين أو الموضوع العسكريين متفاعل إلى حد. سيد إسماعيل، وأكيد الأرقام نعم تتغير. نعم، شكرا لك طبعا للمعلومة. نعم الآخر الأرقام هي من تصريح الوزير الأول الجزائري الذي قال أنه حصيلة المدنيين وصلت إلى 17 وفاة، وكانت هذه الحصيلة آخر حصيلة، إضافة إلى 25 شخصا أو عسكريا أيضا توفيوا بفعل هذه الحرائق. إذا كما قلت أنه يعني الأمر خطير جدا. الغابات أو الحرائق أتت على الأخضر واليابس، وأتت على المنازل والقرى وكل يعني كل ما يحيط بهذه المنطقة. طبعا للتذكير أن منطقة القبائل معروفة، خصوصا منطقة تيزي وزو، أنها منطقة غابية وفيها غابات كثيفة جدا، خصوصا حتى أيضا القرى تتواجد من داخل هذه الغابات. لهذا الأمر كان خطيرا جدا، والحرائق وصلت إلى البيوت، بيوت الناس. شاهدنا أمس في بداية الحرائق الكثير من القرى هجرت بسبب هذه الحرائق، الكثير من العائلات يعني خرجت من هذه المناطق وتنقلت نحو مناطق أخرى، يعني هربا من هول هذه هل الحادثة هناك وهول أماكن هذه. هل هناك أماكن إسماعيل مخصصة لهذه العوائل؟ هذه العوائل أين ذهبت يعني؟ طبعا هذه العائلات يعني وجدت محسنين ووجدت خيرين استقبلوا يعني هذه العائلات المتضررة. هناك أيضا بعض الفنادق التي فتحت أبوابها، كانت ليلة أمس بعض الفنادق فتحت أبوابها خصيصا لهذه العائلات لإيوائها. أيضا هناك بعض المحسنين حتى بيوت خاصة، يعني ملاك لأناس عاديين أيضا فتحوا أبواب بيوتهم نعم، للعائلات المتضررة. هذا يدل على التعاون والتآزر بين الجزائريين وبين هل من نتائج ولو أولية يعني علمتم بها تتحدث عن الأسباب أو الجهات التي يعني خاصة بعد وصف وزير الداخلية لما حصل بأنه عمل إجرامي، هل هناك أي شيء رشح عن نتائج التحقيق؟ طبعا هو أكيد عمل إجرامي. نعم أكيد هو عمل إجرامي بالنظر كما تحدث وزير الداخلية أيضا، يعني واضح كيف ممكن لنيران بهذا الحجم أن تنطلق في وقت واحد وفي منطقة واحدة، رغم أن هناك مناطق أخرى. أكيد هناك مناطق كثيرة تعرضت لهذه الحرائق، لكن منطقة تيزي وزو يعني بالضبط بين بيجاية وتيزي وزو هناك الوضع كان أكثر خطورة. يعني كل النيران انطلقت في ساعة واحدة من الزمن، كلها في نقاط متعددة ومتباعدة بين بعضها البعض، ولكن انطلقت في وقت وفي آن واحد. هذا يدل أن هذا الفعل يعني كان متعمد وكان منظما ومخططا له من طرف مجهول. لحد الآن لا نعلم صفة هؤلاء، يعني هذه العصابة وهذه الشبكة التي أحرقت كل شيء يعني وأضرت كل الأخضر واليابس، وأتت على خسائر بشرية ومادية ويعني خسائر لا يمكن أن تحصى، يعني بأرقام مذهلة. ممكن لو تذهب لو ممكن هناك إحصاء من قبل السلطات، أعتقد أن الأرقام ستكون أكثر ذهلا يعني من قبل الجزائريين. طيب يعني الحرائق نفسها هل تم السيطرة عليها؟ هل لا زالت منتشرة في مناطق واسعة؟ أيضا ضعنا في صورة الحرائق على الأرض. الحرائق لحد الآن لا زالت منتشرة، لحد الآن لا زال كثير من الحرائق لا زالت مشتعلة، رغم أنه طبعا التي تم إخمادها من طرف المواطنين وحتى من طرف أفراد الجيش الذين يعني أيضا يعني نترحم على كل الذين توفوا بسبب هذه الحرائق. هناك الكثير من الحرائق ما زالت لحد الآن، إمكانيات للأسف إمكانيات بسيطة يعني لإخمادها، هذا هو المشكل في لحد الآن. لم تستعمل الإمكانيات الكبيرة جدا لإخماد هذه النيران. أعتقد أنه
الجزائر لا تملك لحد الآن ممكن طائرات خاصة بإطفاء النيران، هناك مروحيات تستعمل ولكن المروحيات ممكن يعني ليست لها فعالية أكثر من الطائرات المخصصة لإطفاء النيران، هذا هو المشكل. أيضا هناك تعاني الجزائر منذ أشهر من أزمة مياه التي هناك نقص حاد في المياه لحد الآن، كل السدود تقريبا جفت، وهذا أيضا ممكن ساهم في هذا الوضع. الكثير حاول. طيب إسماعيل، ماذا عن يعني تحدثت في الأول عن جرحى وقتلى، لكن يعني ماذا عن استعدادات الصحية، المؤسسات الصحية في تيزي وزو والمناطق المجاورة؟ هل هناك يعني استعدادات واضحة تكفي لما يحصل؟ المشكل في الجانب الصحي والمستشفيات هي لحد الآن يعني مع حلول هذه الكارثة هي ممتلئة من المرضى، مرضى كورونا، مرضى كوفيد 19. تشهد الجزائر موجة ثالثة من يعني من وباء كورونا الذي انتشر في هذه الأيام، في هذه الآونة الأخيرة بكثرة في الجزائر، عدد الإصابات ارتفع كثيرا، تقريبا تشهد أكبر موجة تتعرض لها للجزائر منذ بداية وباء كورونا، منذ تفشي هذا الوباء. لهذا تقريبا كانت كل المستشفيات ممتلئة عن آخرها، خصوصا تيزي وزو، نعرف أن تيزي وزو من بين الولايات الأكثر تضررا من وباء كورونا، لهذا يعني هناك صعوبة لاحتواء هذا الوضع، يعني أمرين مختلفين، يعني ضغط كبير على هذه المستشفيات أكيد في عدد الإصابات، إصابات هنا من كورونا وأيضا إصابات في الجانب آخر بسبب النيران، هذا جعل ممكن المنظومة الصحية أو المستشفيات تعيش حالة من الممكن الفوضى وحالة من القلق وحالة من يعني التحكم، لا تحكم ولا سيطرة. الصحفي إسماعيل الصحفي إسماعيل بوفليح كنت معنا من تيزي وزو، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وهذه المشاركة.